مرحبا بكم اصدقائي، معكم علي بوس. وعدنا اليكم فيديو جديد من ماينكرافت، واليوم باش نلعب مود انا ورفيقي وهو مين اسماعيل جيمر. اليوم راح عملنا مود فخامه فيها تجارب حتى نعيش عم نح ماشي. انا حولته نفتح انتظر نصف جاهزة للانطلاق. اها طلع مفتاح حلي. انظروا يا اصدقائي ان المود فخامة. ليه ما لا تفضل حسنا انا هنا اذا اصدقائي يلا انا الاحمر خد الزر المفتاح والزر انتظر انتظر سيارة أصغر من السيارة تلك. لا لا أنا مفتاح يبين. لا تضعها في اي مكان. واحد اثنين بس احملها حماتك اثنين ثلاثة السلام اصدقائي، وهذه مفاجأة مهمة. ليس ضرورة ان تضع ظرفا، فهمتني؟ ركبت معك هذه لون اصفر التي لا تنفع. ايه توتم سارميها هدية واحدة تصل الى القلعة. ايه دع التوتم واركض وعليك كبس وكبسات. نعم you
اسمعين دائما الغشاش ودائما الذكاء انا ربحان لاني ما ركبت من الطريق انا ربحان أعزائي أصدقائي انتهينا بهذا المقطع سأراكم مرة أخرى فيديو جديد من علي باص وأكره اسمعين جيمر وسيو أصدقائي في فيديو جديد.